ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد، هيكون فيديو للمبتدئين اللي حابين يتعلموا التطريز بس مش متوفر عندهم ادوات التطريز. فانا هوريكم النهارده ازاي تعملوا بديل الطارات عن طريق قارب بلاستيك. اهم حاجه يكون بغطاء، والغطاء ده يكون محكم، يعني بيتقفل بطريقه كويسه، وتقدروا تستبدلوا خيوط التطريز بخيوط الخياطه العاديه خالص، وتستخدموا اي ابره معاها. وبالنسبه للقماش تقدروا تستخدموا اي قماش تطرزوا عليه، بس اهم حاجه تستخدموا قماش يكون نضيف ويكون سلس في الاستخدام، يعني تبعدوا في الاول خالص عن قماش الستان عشان ما ينسلش منكم، وبيبقى صعب شويه في الاستخدام كمبتدئين. طيب اول حاجه بنجيب القارب، نجيب الغطاء الاول ونبدا نفرغ الغطاء كده، يعني نسيب بس الجزء اللي بره اللي هو الاطار اللي بره، بكتر بقى بسكينة بصوا، حاولت اغش الزيادات على قد ما اقدر. ده الجزء اللي شلناه، نركنه بقى على جنب ونجيب باقي القارب ونبدأ نشيل. بس عايزين الجزء ده، بس الجزء اللي بيدخل فيه الغطاء، عايزين الجزء ده بس كده. نبدأ. طبعا تقدروا تستخدموا اي قارب، في قوارب مدورة، قارب صغير، قارب كبير، على حسب المتوفر عندكم تقدروا اللي انتوا تستخدموها وتعملوا مقاسات اللي انتوا حابينها. اهو كده شلنا الجزء ده، اهو ده اللي شلناه كده اللي احنا عملناهم. هو بس بيدخلوا في بعض ازاي؟ اهم حاجه يكون القارب الغطا بيتقفل كويس قوي زي كده، يتقفلوا على بعض كويس قوي. بصوا كده، طبعا الزيادات على قد ما تقدروا، تقدروا يعني على قد ما تقدروا تشيلوا الزيادات. بنبدأ نقفل كده، واهم حاجة تشدوا القماش وانتوا بتقفليهم على بعض زي الطرف بالظبط. بصوا ده شكلها ازاي، القماش مشدود ازاي. ده قارب تاني برضو اهو، بس مدور وصغير اهو. حط القماش، بصوا دي كنت مطرزاها عليه. يلا نجرب دي اهو. انا جبت الخيط والابره وبدات اطرز بالغرزه الفرنسيه كده. بصوا زي الطاره بالظبط، بصوا وخفيفة، يعني بالعكس اخف، يعني سهلة ان انتوا تمسكوها. وشد القماش بس. انا طرزت معاكم الحته دي كده، كده كده الرسمه دي انا هطرزها معاكم فيديو لوحدها، اللي هو ازاي نطرز الورده دي بطريقه ال 3D ان شاء الله. جربتها لكم اهي، وبصوا شده البتاع ده للمبتدئين اللي حابين يبداوا لسه يتمرنوا على التطريز ومش متوفر عندهم الادوات. مفيش حاجه تعطلكم، تقدروا اللي انتوا تعملوا طرة على ما تشتروا الادوات. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك للفيديو، واشوفكم